وبعين ملؤها الغبطة والسرور، تقف لتكون درعا لروضة دامت 29 سنة. 29 سنة هذا هو عمر روضتنا الغراء، كانت تسير متهادية كالسفينة في عرض البحر حيث تلاطمت أمواجها الريح، وكانت في كل سنة تشتد ثباتا وعزما. روضة السيدة في معية تحت حماية سيدتنا العذراء، فكيف كان مسيرها ومسارها يا ترى؟ 29 سنة من العطاء والتضحية والتفاني، جهود جبارة، عقول حكيمة ورزينة، كلها توحدت من أجل بقاء هذا البنيان والصرح المقدس عاليا. كيف لا وهم يضموا فلذات أكبادنا، أطفالنا الصغار، مستقبل دربنا، لنختم 29 عاما غرسناها بالعمل الدؤوب والتفاني المشترك. من منا لم يضع بصمته في هذه الروضة؟ من منا تقاعس وتخاذل لتقديم العون والمساندة؟ كلنا جميعا وقفنا وقفة الفارس الشجاع، سرنا معهم منذ طفولتهم ونعومة أظافرهم، وها هم اليوم يترجلون ليحملون لقب الشرف والتربية السليمة، يسيرون بعزيمة وصمود، لأن العذراء مريم قد زرعت في قلوبهم، لأنهم تربوا على أسس تربوية أخلاقية عالية. أشكر كل من ساهم في بقاء هذا الصرح عاليا، وأرجو من الله أن يحفظ هذه الملائكة ويرعاها لتصبح ثمارا يانعة في المستقبل القريب. Thank you.
اعطوا اشي واحد هو يسوع ربنا مع اننا